أستاذ محمد مجد عبد العزيز، حضرتك هنا مدير المشروعات، يعني مهمتك إن أنا أجي لك صاحب مطبخ أو مطعم كبير وأقول لك لو سمحت تعالى عشان نعاين مع بعض المكان ونشوف إيه احتياجاتي من معدات المطابخ. طبعا مش عايزك تكلفني وتديني احتياجاتي حسب الأكل اللي أنا هقدمه للناس. بنفكر إزاي مع بعض؟ إحنا الأول أول حاجة بنعملها بنروح المطبخ نرفع مقاسات الأول، بعد كده بنيجي ننفذ دوت كابلان 2 دي للعميل. بعد ما بنيجي نقترح عليه مثلا الرصة بتاعت المكان، لازم لكل منطقة تكون بعيد عن التانية. يعني في المطابخ احنا عندنا لازم منطقة الوشنج اريا مثلا، منطقة الغسيل لازم تكون بعيدة عن منطقة التبريد، منطقة الاوتلاين، منطقة الخط السخن لازم تكون مثلا بعيدة برضو عن الغسيل. بنص كل ده للعميل وبعد كده بنبعته له، بنقترح عليه بيجي يقعد معانا هنا في المصنع. كل منطقة مثلا لوحدها، حيث منطقة الغسيل بيبقى ليها صرفها، منطقة السخن لازم يكون محدد مثلا قدرة احنا بنحدد له قدرة كهربائية بتاعت كل منطقة. نبعت للعميل الصورة ديزاين 2 دي يشتغل الأول، يخلص الكهرباء والصرف والحاجات اللي هو الأساسيات، وبعد كده يبدأ جدا. لان مثلا كل دايمنشن برودكت عندنا مثلا في قلايات مثلا حجم كبير، في قلايات حجم صغير. القلايه الحجم الكبير مثلا القدره الكهربائيه بتاعتها غير القلايه بتاعت الايه حجم الصغير. يعني مثلا الحجم الكبير لازم يدخل له مثلا 3 فاز، حجم الصغير 22 فولت، فكل حاجه ليها قدره كهربائيه ايه معينه. طب المطاعم لما ياخد خط واحد بس، يعني مثلا قلايه واحده، مش عارف جريل واحد، ده مش خطر؟ افرض حاجه باظت؟ لا، احنا بيبقى اهم حاجه عندنا خدمه بعد البيع. على ما تجيلي، ما انا المطعم بتاعي وقف. وهو بقى على حسب كل واحد وعلى تكاليف. يعني مثلا في حد ممكن يقدر ان هو ياخد تلاجتين، 3 تلاجات، في مطعم واحد يقدر ياخد تلاجه واحده يخزن فيها. يعني طب خدمه ما بعد البيع دي اللي هو انا اولا ضماني قد ايه؟ ضمان هنا بندي كل المعدات ضمان سنه. ضمان سنه. عندنا مدير صيانه خاص، عندنا عربيه للصيانه خاصه، اي مثلا ماموريه صيانه او حاجه بتبقى في نفس اليوم. اهم حاجه عندي مشكله دلوقتي تتحرك عليا بعد قد ايه؟ بيجي مثلا مدير المطعم يكلم هنا مدير الصيانه يقول له انا عندي مشكله في جريل، بنحدد له ده على اساسها مثلا ايه، فني للغاز غير فني التبريد غير فني الكهرباء. كل يعني منتج، كل ماموريه صيانه بيحتاج لحد ايه متخصص. طب دلوقتي في مشروعات كتيره جدا للشباب عاملينها اللي هي التراكس، عربيات بتقدم برجر، بتقدم بيتزا، بتقدم منتجات عديده جدا. تمام. سهل ان هو يعمل الخط الانتاج بتاعه بالقوه دي؟ احنا عندنا في يعني مطابخ كده الحمد لله في المصنع عندنا نقدر نحدد كل كيتشن بالمقاسات اللي هو يحتاجها. نفس الحكايه في الفود تراكس، يعني فود تراكس مثلا مش هياخد بوتاجاز او قلاي او جريل الدايمنشن الكبير اللي هو 90 سنتي مثلا، حاجات صغيره، فبنفصله على حسب اللي عنده بالظبط. بيدينا مثلا مقاس الفود تراكس ايا كان 3 متر مثلا في متر، ساعتها بنرص له 3 متر في متر باقصى المعدات اللي هو هيحتاجها.